وازيكم يا شباب؟ في السلسلة المفضلة عندكم اليومين دول، طبعا الناس كلها عايزة تشوفني وانا بطلع من السيلفر. انا نفسي بقيت عايز اشوف نفسي وانا بطلع من السيلفر، مش عارف ايه. بس كنت انا العب بشامبيون جديد النهاردة، انا عشان قلت لكم انا العب بشامبيون جديد المرة اللي فاتت، بس ممكن بقى الجيم التانية يا اما الجيم اللي بعدها، مش عارف بصراحة. في 2 ديو تقريبا، اي دي سي والميد، ومين تاني التوب ده قاعد يقول لك انا كاير ومش عارف ايه، مش عارف بصراحة. يا جدعان بتأخر في الفيديوهات بتاعت الرانك عشان النت مبقاش مساعد، النت ما مش هينفع اخش اصور رانك وانا البنج عندي 200 و200 وشوية، حاجات غريبة كده. اكيد يعني اخش اخسر، حتى لو بلعب حلو اخش اخسر برضه. مرجعش شوية، ده مش حلوين قبل ما ارجع كده. عموما يعني انا عارف لما الظهر معهوش مانا وكده ومش عارف يموته، فقلت يلا اديله شوية دامج بس عشان ايه ما يوصلش ليفل 6 يقوم اعمل له دايف تحت الطاولة. لسه بقول مضطر اضرب فلاش عشان اكونتر وخلاص. يلا مش كده، لازم اعمل 5000. بص قاعد اعمل بينج من هنا للصبح. واحدة كمان سعد يا اسطى، انا قلت الريد هتجيبه وطلعت الريد راحت خلصت مني، احزنني. عبيط ده ولا ايه؟ واو ده يا جدعان، ده يا جدعان الدمج ده يا جدعان. نايس A few moments later. فين يا جدعان؟ ولا عادي يعمل بوش في التوب ده هيتلم عليهم هما التلاتة يموتوه. ولسه بقول لسه بقول واقفة حسرانة يعني بالبلاد باك. يابا حرام عليك يابا. ايه ده فيها؟ انا بهزر، انت فاكرني داخل بجد يعني؟ ايه يا جدعان الدمج ده يا جدعان؟ ايه يا جدعان؟ طور فين يا جدعان اللي ماليش؟
استنوا بس لحظة حلوة نخش فيها. خلاص انا ما عدتش باخد دامج. خلاص معايا فلاش كنت هجيبها بس معايش فلاش. وادي جيم كمان رجالة، مع اني مش عارف التيم ماله يا جدعان، ماله واحد بيعمل. انا عارف اليوريك بتاع بوش قشطة، بس هو بيعمل بوش بطريقة ما فيش مثلا ايه. المفروض مثلا انت بتعمل بوش لما يبقى التيم بتاعك ايه خلاص احنا هما في الميد مثلا، فانت بتعمل بوش من وراهم، انما لا هو بيعمل بوش والتيم كله جه التاني جاي عليه فيقوم يموته، يرجع تاني يعمل بوش ويقوم يحصل نفس الكلام. مال زهار بيروح على الكلات. ايه ده ارمر ابجريد؟ ماشي، ادينا بتاع كده شكله حلو يعني، يخلي شكل المنظر بتاعها حلو. قشطة ماشي. ويت 22 ال بي اصلا مفيش اس المرة دي، بس يلا قشطة. وازيكم يا شباب في تاني حلقة من الرانك النهاردة. تاني حلقة يا نهار اسود عليا، تاني جيم من الرانك النهاردة، ومعانا ديو، معانا عجمي 9 بيلعب سبورت معانا في الديسكورد اهو تقريبا. سامعين صوته؟ والله يا شباب كنت عايز اغير الشامبيون المره دي، بس برضو مش عارف لو دخلت، لو ليه سن عمل لي انفيد وانا بلعب بالشامبيون اللي هو اللي في دماغي دوت هموت. ف ما كانش نافع يعني مع التيم برضو، فقلت يلا يا رام استنك على العالم. بس هنشوف يعني، معانا رجوت وبراند برضو وبي وفيجر الالت بتاعته وبي مش محتاجه، بس الواد ده معاك لينز هي اللي ملاني شويه. انا ما كنتش انصحك تلعب في البوت لين لوحدك كده مع اي دي سي، بس يلا انت حر بقى. ما انا بقول لك انا عارف، بس انا قلت ابدا كده. نايس ارجوت معاه. حلو حلو، لو دخل بالار ديت وظبطها معايا هنبقى زي الفل. يلا 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 اهو. ايه يابا فين الارض يابا؟ هي بتقعد قد ايه؟ مش فاهم هي بتقعد قد ايه؟ ما ضربهاش ليه تاني؟ هي حاجه يا اسطى. اه ايزي اهو. نايس جامب اوه ساد قوي. نايس ضرب فلاش و كلينز. نايس ايه يا اسطى مات برضو ساد. لو معاك ورد حطها من مش محتاج ورد، انا هروح اخش على من الوقت جامد. انت فاكر ان راح ناجي على مرجانة يعني؟ ما قلت يا اسطى حاجة تراب اوت. هي معاها، هو معهوش اوت ودي دي معاها اوت. هي ليه ما ضربتش اوت ده كله؟ وات يا اسطى دي لسه معاها اوت. زنني اهي اهي. خش على ليسن لو تعرف. خش حد ضرب فلاش. خلاص سعد ياسين مش حلوة خالص. عارف اللي انت موت ولا ايه؟
هو عبيط، هو ضرب البتاع الستان بتاعه ضيعها و... وانا مستنيه اصلا اضيعها. سمعت ان هو يضرب كيو، وضربة الكيو دي هي اللي موتته. ايزي نايس. انت احنا ممكن انا البتاع بتاع براند فيها خلينا ناخد فيه. اضربي بقى، هناخد التاور اللي في التوب خلاص. والله العظيم انت مستفزه، والله انت مستفزه. بس تروق يا اسطى بقى، ما تتعصبش. بس هجيلك بس هلف لفه طويله عشان الفيجن دي. مش انا هاجي من هنا. خليهم مش ما تخش، بس ما تحسهمش في حاجه. يلا لبست مرجانة للكومبو. حزنني يا اسطى. انا قلت هدوس فلاش عشان اعمل الكيو، ضربت الكيو في الحته اللي انا هضرب فيها فلاش بالظبط. الكويس في الموضوع ان هي ضيعت ال تعالى انا هنزل له، انا هجيبه. يلا نايس. هي ماتت ازاي؟ خلي بالك. ايه ده؟ فين الويب بتاعت؟ خد خش عليه. نايس فشخ. فين ليه سن بقى؟ اهرب بقى، شكله جاي لنا. على فكرة الواد ده ممكن يجيبه دلوقتي. قلت هجيبه بالسمايل. خش يا اسطى. ماتش مورجانا عادي يعني، مش شغال دي. ليه على ده؟ ليه على ده؟ خلاص ارجع تاني، انا في طور. ليه؟ نايس. تعال خد. الراجل تعالى. نايس نايس. نايس. اخدت ريبر فلاش. فوكس على حاجة. انت ما عادة مش عادة جات في السينة. لا سمعت. على الدريك ماشي. خلاص انا جبته بليه بتاعت اصلا. يلا خش كمل. بلاش الجنب من انا بعيد. خش انا تانك كده، انا تانك مش هموت يعني الوقت. بس نايس. دري البارون بقى. شوف هتيجي تضرب طربة. قعدنا 3 ساعات نموت في البتاع، بس يلا شغال. وهم ماتوا يعني. تعب نفسي ده. خش يا اسطى. خش يا اسطى ايزي جيم. خلاص خش بقى. افتح الميد خلاص. انا بص مفيش دامج اصلا، ما بعملش دامج عليا. مش حاسس برضه، مش حاسس ان الجيم يعني احنا كنا كسبانين باكتساح يعني حاجه في شيخ بصراحه. بقول لك ارقص لسه. انا عندي 22 تصدق عن صوريه. نايس. ازيكم يا شباب؟ في تالت جيم من حلقة النهارده. غيرنا هو من ما بقيناش بنلعب برامز اهوت عشان خاطركم. كفايه رامز. بنلعب بايفرين. على العموم هو شامبيون يعني، مش هاخد حقه في الجنجل، بس يعني لما يجي الفيديو بتاعه اللي هو بتاع الشامبيون وكده هنتكلم عنه اكتر. دلوقتي نلعب بيه بس ونشوف اللعب بيه وخلاص، مش مشكله يعني. انا غيرته بس مش عشان المكسب ولا الخساره، انا غيرته بس عشان يعني تغيير مش اكتر. ولسه برضه معانا عجمي بيلعب بليت سبورت. هو جاله ميد بس هو سبورت، كان جاله اولت فيل فقال لك اما اخش انا مكان. طب يلا ماشي.
ماشي خلاص. حر. مش هسيبك انا النهارده. انا جاي لك من هنا قشطه. اظن يعني هي خليها انا جاي لك. يلا 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 يلا. خش خش خش. الاي دي سي الاي دي سي. ماشي ماشي. هاتوا براند هاتوا براند. حارب على الاي دي سي. طب معاك كوك. نايس نايس. فش سعد سعد. مش مشكلة مش مشكلة. حلو حلو. اخدنا ال سي بدل ما اخد كلها يبقى قشطة. خش خش انا جاي لك. يا ابني هيبة هيبة. لا حرام عليك. الاي دي من زمان تحتاج. هيلب يا اسطى. خلاص خلاص خلاص. ارجع 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 يا اسطى. بقول لك ارجع يا اسطى. ارحمني يا اسطى. يا ابني شيل المنيون. هاتوا هاتوا بقى. اتفضل. خلاص مات. موت نفسه. خد التاور والدريك. خد التاور وبعد كده الدريك. هاتوا براند 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 براند. هاتوا هاتوا. نايس نايس نايس. كومبو وومبو. واو. ما بيعملوا ايه يا جدعان؟ ايه يا ابني احنا جبنا كومبو. ايه ده فيها؟ ده انت فكر انت هتاخدها مني من غير. هياخدها. ايه ايه استنى. اطلع قدام شويه. اطلع قدام. اطلع جنب فين. جنب فين. يلا انا جاي لكم عموما. يلا خد خد شويه دامج كمان. يلا ايه ايه سعد. ايه ده فيها؟ اديتك شيلد. والله والله اعطيك شيلد يا اسطى. احزنني. ايه ده ايه الدمج ده يا جدعان؟ خلاص خلاص انا كنت هموت اصلا. انت البت ضربت قلت عليا. ايه في واحد هنا اهو. هات هات. تعالي تعالي اقول لك على حاجه. انت خلاص ماتت. يلا انا حطيتها وسبتها. خلاص والناس اللي بيعمل تريند بس. هو ترند امير ده بيلعب مع تيم تاني يا جدعان. هدي 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 هدي. نايس. خد خد شيل ده. يلا الثانية تعالى. مش عارف ده ترين ده ميرد تقريبا. بيلعب مينيون تقريبا. مش فاهم مش فاهم. حد يقول له حاجة. حد يقول ان في جيم بيخلص هنا. حتى اني حتى اني حتى اني ما تسيبهاش ما تسيبهاش. ماتت. ماتت. عملت لي البتاع. المشكلة اني لما باجي اسحبها بتعمل الالف بتاعتها فبسحب من البتاع كده. البتاع بتاعي خلاص. جي جي. ايفرين رجالة. 0014. ولا جبت جبت برضه. ايه ايوه 0014 دي. انا مش عارف بصراحة بس انا حاسس ان انا عايز اعمل ريبورت الولد فندمير ده. كان بترول سؤال بصراحة. انا هعمل له ريبورت بأمانة يعني. عشان انا لو حد واحد زي ده دخل معايا في التيم انا هتضايق بصراحة. كلا و 24 ال بي شتا. طب وفين ما خدتش اس؟ لا وبس رجاله. كان معانا عجمي النهارده الحلقه ديت. عجمي عايز تقول لهم حاجه؟ عجمي سبسكرايب يا شباب. اللايك والشير الدنيا لذيذه. اوبي يلا يا شباب. وده بالنسبه لحلقه النهارده واشوفكم بقى في الحلقه الجايه. بيس.